طيب بصوا حته مهمه جدا، ريت قربي معايا كده شويه. ده هنا مفروض المهبل، ده جزء، ده الرحم، ده جدار الرحم. على جدار الرحم ده في طبقه هنا بطانه، البطانه دي اللي بيجي البيبي يتزرع فيها. البيبي ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان هنا ده القضيب لما بيدخل المهبل بتطلع فيه حيوانات منويه اللي هي براس والديل ديت. بتمشي الحيوانات المنويه دي في هذه الانبوبه عشان تقابل بيضه. البيضه دي بتيجي منين؟ البيضه دي بتيجي من المبيض ده. ده بيبقى مبيض. المبيض ده قد حبايه اللوزه بسرعه جدا، في شويه بويضات. اول فرق ان لما نلاقي بويضات كتير جدا على الطرف كده، اكتر من حوالي 12 بويضه، وست ما بتجيلهاش دوره بتاخر كتير، وعندها الهرمونات الذكريه عاليه، بنقول ان ده اسمه تكيس مبيض، ودي حاجه غلط، لان هو مش تكيس، دي شويه بويضات. دي نقطه مهمه جدا، دي مش تكيس، دي مش يعني سموا المرض ده تكيس، هو اسمه انوفيليشن، اسمه كده اللا تبويض. لا تبويض ليه؟ لان البويضات دي مش بتطلع، بس هي بتبقى شكلها عامله زي الاكياس في الصناره، بس مش اي واحده يتشاف فيها كده، لازم يكون فيها خاصيتين من ثلاثه. ده كل الناس اللي بتوع تكيس المبايض او النساء قعدوا مع بعض في حته اسمها روتردام، وقرروا ان عشان نقول واحده عندها تكيس مبيض او متلازمه تكيس المبايض اللي هي عند ستات كتير، لازم نقرر ان يكون يا هرموناتها فيها مشكله، هرمونات معينه فيها اختلال بالذات هرمونات الذكوره، يا اما عندها اكتر من 12 بويضه على اطراف المبيض زي ما انتم شايفين، بيبقوا حوالي 2 مللي او 3 مللي ومش بيطلعوا. والمبيض ده بيبقى سمين جدا او حجمه كبير ومخزونه كتير او كبير. الحاجه الثانيه ان تكون الدوره، ودي الحاجه الاساسيه، الدوره بتاعتها بتتاخر جامد، 3 شهور مثلا 4 شهور. اخطر حاجه ان واحده ما تجيلهاش دوره 3 شهور، من اخطر النقط اللي لازم كل واحده تعرفها انها ما تسيبش نفسها انها تفضل لمرحله ان ما تجيلهاش 3 شهور دوره. ليه؟ البطانه دي تدخن قوي ما بتنزلش، البيريد بتاعتها بتفضل معبيه جوه، في بعض الناس بيسموها الباريو، البيرو، اي ما تسموها ايه، العاده، الدور، يعني سموها زي ما انتم عايزين تسموها، ما بتنزلش، فتبدا تعبي. التعبيه دي في المستقبل تسبب سرطانات، ودي حاجه خطر جدا. لازم تاخدي اقراص منظمه وتنزلي الدوره لو قعدت 3 شهور ما جاتش، خطر جدا انك انت ما تعملي، يعني تسيبي نفسك في الحركه دي. نرجع بقى للنقطه الاساسيه اللي انا عاملها عشان الفيديو ده. ده هنا بويضات عاديه. طيب لو بدا هنا يتكون كيس، ده بقى اسمه كيس على المبيض. طب لو بدا يعبي هنا وبقى البدبي يعبي دم، بقى اسمه كيس دموي. طب الدم ده لو تخثر وبقى دم اسمه تشوكلت، حاجه اسمها اسيد هيماتين، الدم بيتحول لماده تشبه الشوكولاته. انا هنا عندي ده مثلا حوالي 2 سم قد مثلا عقلتين صباع، والمبيض اهو، تروح العيانه للدكتور او اي دكتور هيشوف كيس 2 سم، هقول له ما تعملش حاجه، فعلا عنده حق ما تعملش حاجه. بعديها بقى الكيس ده 3 سم، خلي بالك بياكل قد ايه، خلي بالك هنا بياكل قد ايه، بدا ياكل تلت المبيض، هيقول لها تروح لثلاث دكاتره هيبداوا يتفرقوا. واحد هيمشي تبع الجمعيه الاوروبيه، ولو لقى ان ده كيس بطانه مهاجره هيتبنى مدرسه ان انا عاوز انقذ المبيض ده وابدا اطلع الكيس ده منه عشان احافظ عليه. واحد تاني هيقول لها خدي علاج، والعلاج ما بيعالجش. العلاج بيوقف البطانه المهاجره عند مرحله. مجرد ما هيوقف الدواء، حتى مهما اديت اقوى جرعه لمده سنتين او سنه ونص، المفروض العلاج يبقى كده وجرعات قويه. طبعا الست دي متاذيه شويه من الهرمونات في جسمها اللي احنا بنديها لها، في بعض الستات بتتقبل الهرمونات بشكل كويس جدا وناس ثانيه لا، فهتيجي متاذيه. بعد اول لما هتوقف العلاج، بمجرد ما هتوقف العلاج هيرجع الكيس دوت يكبر تاني وهتزيد درجته. اذا انت ما بتعملش اي حاجه، انت بتوقف الموضوع لمرحله. قد يكون ده مفيد، نعم، مين اللي هيقرر؟ الدكتور، مش انت، مش هنقرر على فيسبوك واليوتيوب ولا التيك توك. بعد كده الكارثه تبدا بقى من ده،
الكيس ده بقى 5 سم. ده واكل نص المبيض. واحد يقول لها ايه؟ اوعي يا بنتي تعملي عمليه، لان هما لما هيفتحوا المبيض وهيعملوا ايه في المبيض؟ مخزون المبيض هيضيع. يا بيه المبيض اتدمر. المبيض حصل فيه تدمير داخلي. حصل فيه ديستراكشن، اللحم اتبطل. بص اللي هيحصل. بنخش على بنات بيكون المبيض بتاعها عامل كده. ما بقاش مبيض. مجرد ده اكياس، سواء بقى كيس فيه شعر واسنان والى اخره ومحتويات جنينيه اللي بيسموه كيس مسخي او كيس دهني، او كيس بطانه مهاجره، او كيس عادي. وده كله متبطل. حته رق سجاره رقيق جدا كده، نفس الرق ده كده. يعني انا لما اجي بشتغل وبفتح بالمقص هنا وافتح الحته دي واقوم جاي الجدار ده كده ومخرج الكيس ده المتقوص ده كده بره، ويتبقى لي ده. بعد ما بخرج الكيس ده بقفل المبيض ده على بعضه تاني. ده الباقي من المبيض الحقيقي. لما تيجي تطلع بوينات هنا بتبقى صعبه. اما اجي اخش بالابره عشان اسحب الكيس ده، انت سحبت الميه اللي جواه وسبت الجدار يرجع يملى تاني. اذا السحب ده فاشل. ينفع في بعض اوقات، في بعض اوقات معينه وعلى مخزون مبيض معين. طب داخل تسحب بويضات في حقن مجهري، البويضات دي بتلمس الشوكليت دوت احيانا. واكم من السيدات وهم يعلمون وسامعيني، ويا ريت لو سامعيني وانا عملت لكم عمليات اكتبي تحت في الكومنت عشان غيرك يستفاد، لكن كلكم بتخافوا وما بتقولوش. اللي بتحمل تاخد بعضها وتجري، ما تقولش اللي جنبها ولا اللي قدامها، تقول انا رحت عملت عمره ورجعت الحمد لله. كده احنا بنشتغل في الدرع، مهنتنا مهنه الدرع. مش واحده كده تبقى فرحانه تقول لك انا رحت كذا وعملت، الا من رحم ربي يعني. الباقي ما بتقولش. ده حتى بعد ما تعمل عمليه النبي يا دكتور ما تقولش حاجه. حاضر، مش هقول حاجه. فلما بتيجي تسحب البويضات دي، انا فتحت يعني عمليات كتير جدا، عملت موازين الناس، كل ده صديد. لان انت جبت التهاب من بره دخلته جوه، ملى مع الدم، الدم وسط يموت فيه البكتيريا. البكتيريا تعشق الدم. لو عايز تكبر بكتيريا وتزودها حطها على دم. فتقوم عامل ده صديد. طيب في ناس تقعد تدي دواء، قلنا الدواء ليه وقته. وليه أدام. وبعد ما اعمل عمليات لازم يبقى في دواء وقائي. هو هم يا دكتور؟ مش هم، كلنا عندنا امراض. اتكتب عليك انك تكوني مريضة بطالة مهاجرة او ست بتصنع اكياس، لازم تحذري في حياتك حاجات معينة. محدش يفتح بطنك، لان هتملي الدنيا التصاقات. محدش يعمل عملية منظار مش محسوبة ودقيقة وبأدوات محترمة. ما تجيش بعد ما تعملي العمليه ما تاخديش علاج وقائي. ونتجوز مش على طول، بس يعني لازم يا اجمد بويضاتي يا اما اشتغل على الانجاب على طول. خلصت الاسره بتاعتي اخد دواء وقائي. الكلمتين اللي انا قلته لكم النهارده دول انا بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم. من القلب اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه دوت وافهموه كويس. لما تلاقي كيس تعدى مراحل معينه مفيش حاجه اسمها استني. لانك في التوقيت ده انت بتدمري مبيضك. واللي بيقول لك لا المنظار بيدمر المبيض، قولك حق ربها باطل. باطل. والناس المحترفه الاكسبرتس اللي بيشتغلوا مناظير في اكتر من كذا جامعه وفي اكتر من كذا مستشفى في اكتر من كذا مكان يعلمون هذا الموضوع. ويعلمون ان انقاذ البنت بيبقى في الاول وبيبقى سريع ان انا اعمل دوت عشان احافظ على المبيض. تخيل بقى بيجي لنا بنات دلوقتي مبيض 15 سم وتلاقيه بالظبط رق السيجاره والكيس جواه قد كده، وتسمع اراء من واحد يقول لها خليه يا بنتي، يفضل لا خليه كده لحد ما يجي بقى بعد كده البنت دي بتقول لها ما اتصدمت. فضل يقول لها مثلا 4 سنين خليه. بعدين يجي يقول لها ايه؟ ما عادش له قيمه يا بنتي، نشيله بقى. نفس فكره الرحم اللي احنا عايشين فيها بقى لنا سنين عمر.
خلي الاورام، خلي الاورام يا بنتي، خلي الاورام يا بنتي لحد ما تجيب العيل الاولاني مش عارف ايه بتاع. طب ما جابتش توصل للاربعينات او حاجه و 38 سنه ولا مش عارف ايه، مش عارفه تخلف بقى، ما هاش راح ينفع بقى. نشيل يا بنتي، والكلمه اللي على اللسان كلها الهيستراكتوم، استئصال الرحم. لا، في حلول كتير قوي تتعمل قبل ما الست تستأصل الرحم. This is an important point، دي نقطه مهمه جدا، كويس ان انا قلتها لحضراتكم النهارده. شكرا.